نتحول للحظة إلى مدينة الداخلة، ومعي مباشرة من هناك الزميل كريم حضري المتواجد باستوديو القناة لنفتح نافذة إخبارية عن آخر التطورات بالمدينة. تفضل. مساء الخير سالك زبير ولكل مشاهدي قناة العيون، نحييكم من هنا في مدينة الداخلة والتغطية المتواصلة للزيارة الملكية للأقاليم الجنوبية وما يواكبها من مشاريع وأحداث. هذا المساء في بلاطو قناة العيون هنا بمكتبنا بمدينة الداخلة يحضر معي ضيفا سيد الأغضف بكار المدير الجهوي لوكالة تنمية الأقاليم الجنوبية. سيد الأغضف بكار، مساء الخير، مرحبا بك معنا على قناة العيون. مساء الخير كريم. مرحبا بك. إذن وكما تابعنا فقد تم اليوم تدشين مشروع الصدفيات، تربية الصدفيات، هذا المشروع الذي رصد له استثمار إجمالي يناهز ملياري درهم وسيخلق أكثر من 3350 منصب شغل في المستقبل مع قدرة إنتاج تصل ل116 طن سنويا. تفاصيل أكثر حول هذا الروبورتاج أو حول هذا المشروع في هذا الروبورتاج مع بكار الدليمي بكاميرا محمد يتسع. بغلاف مالي يقدر ب81 مليون درهم أقيم هذا المشروع الذي يأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع الصيد البحري اليوتيس الرامية إلى تأهيل وتحديث مختلف حلقات سلسلة قيمة قطاع الصيد البحري وتحسين تنافسيته وأدائه. قدمنا لصاحب الجلالة الله ينصره مخطط تهيئة منطقة الداخلة والذهب لتربية الأحياء البحرية، وهذا المخطط اللي تيعطي إمكانية تامة للمستثمرين من أجل خلق مشاريع تربية الأحياء البحرية بما فيها الطحالب والأسماك والصدفيات. وهذا المشروع الاستثمار الإجمالي اللي المرتقب إن شاء الله هو 2.8 مليار درهم، وغادي يسمح بخلق 3300 فرص شغل، وإن شاء الله المنتوج المرتقب كذلك هو 115 ألف طن. يشمل هذا المشروع المزود بتجهيزات من الجيل الجديد على مزرعة على مساحة هكتارين تتضمن قاعات لتصفية المياه وإنتاج العوالق النباتية والإباضة والتخصيب ومختبر ومنطقة للحضانة. هذا المشروع هذا ديال ليكلوزغي غادي نديرو لي نيسان، هذا الاول في المغرب، غادي نديرو لي نيسان ديال لي زويتر ديال لي بالور ديال لي زورمون ان شاء الله ديال لي زورسان، ومن بعد من غادي نساليو لي نيسان حتى ل 12 مليمتر، من بعد غادي نمشيو في لي كونسيسيون اللي عندنا في لابي ديال الداخله، وغادي يمشيو حتى لا تاي ادولت، ومن بعد نبيعوهم ان شاء الله في اوروبا في ازيا وحتى في المغرب ان شاء الله. المشروع يحتوي ايضا على منطقه للتكبير القبلي وحاضره للمحاره الملزمي وورش للتعبئة، وباش نديروا واحد الانتاج ديال 700 طن ديال لي بالورد، 200 طن ديال لي زويتر، واحد 70 طن ديال لي زوم. ودابا لا فاريتي ديال لي بالورد اللي غنديروا دابا هنا في الداخل راه ما بقاتش في اوروبا، كتسمى لا بالورد اوروبيان، ما بقاتش كدار في اوروبا، هي اللي فيها هي اللي كنسميوها الميخافينا، اللي ما بقاتش دابا في اوروبا حيت راه سلاوها في اوروبا. دونك حنا هنا في مع الداخله ان شاء الله عاود غادي نديروها باش نعاود نصدروها ان شاء الله في اوروبا، ما بقاوش عندهم اللي عندهم لي بالور جابونيز اللي ما عندهمش المذاق بحال البالور اوروبيان. دونك هادشي اللي دابا كنديرو هنا. ويشكل هذا المشروع جزءا من مخطط تهيئه قطاع تربيه الاحياء المائيه بجهه الداخله وادي الذهب 2015-2020، والذي يندرج ضمن المشاريع الهامة المتضمنة في النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية. هذا الكروزلي اللي هو بلاصة تربية الأحياء المائية والزريعة اللي تنتج هنا في المنطقة، إلى رضا الله نعود من هنا من قريب ننتج المنتوج ديال زويتر ديال هذا المحار البحر، إلى رضا الله ما نجيبوها من فرنسا ولا نديروا لامبورتاسيون اللي نعودوا من هنا تنقبضوها
نعودوا نزرعوا من قريب ومتابع معنا لابوراتوار هون في المنطقه. المساله الثانيه الحمد لله اللي تعود عندها منفعه على المنطقه ولبناء المنطقه باشراكهم في الاحياء المائيه، الكل واحد يعادل الشركه ديالو ويدير مزرعه ديالو باش تعود ليد العامله الحمد لله، وعندها منفعه بالخصوص لبناء المنطقه والمنطقه كجهه الى رضا الله. ومن المنتظر ان يساهم هذا المشروع في التنميه السوسيو اقتصاديه للجهه بالاضافه الى استدامه الموارد وتنميه ومعالجه وتسويق نحو 970 طنا من المحار الملزمي والصدفيات، وبالتالي تقليص الأخطار الصحية المرتبطة باستيراد الأصناف الأجنبية. نبقى مع بكار الدليمي الذي ينضم لنا الآن لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع. مساء الخير بكار. إذا مشروع تربية الصدفيات الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية لتربية وتنمية الأحياء البحرية يبدو أن له دور مهم وكبير في المرحلة المقبلة لإنعاش الاقتصاد المحلي هنا بالداخل والجهة ككل. نعم الأخ كريم، يندرج هذا المشروع في إطار برنامج مشروع مخطط تهيئة قطاع تربية الأحياء المائية لجهة الداخلة وادي الذهب 2015-2020، وهو ضمن مخطط أو النموذج الجديد للتنمية الاقتصادية للأقاليم الجنوبية. مخطط تهيئة الأحياء المائية لجهة الداخلة وادي الذهب من المعروف أنه رصد له مبلغ 2.8 مليار درهم من أجل إحداث 878 وحدة موزعة على 3 مناطق. منطقة خليج وادي الذهب التي تضم 520 وحدة، منطقة خليج سنترا 243 وحدة، ومنطقة بين الخليجين التي تضم 115 وحدة. هذا وسينجز هذا المشروع تحت إشراف الوكالة الوطنية لتنمية الأحياء البحرية على مسافة 6650 هكتارا، وينتظر منه أن يخلق مناصب شغل مباشرة ل 3350 شخص. هذا المشروع أيضا يرم إلى تعزيز التنمية السوسيو اقتصادية للمنطقة وتثمين مواردها الطبيعية والحفاظ عليها من خلال هذه المشاريع المندمجة. من المعروف أيضا أن منطقة الداخلة وادي الذهب تتوفر على العديد من المؤهلات الطبيعية تجعل منها منطقة اقتصادية مهمة. كل هذه المشاريع التي أشرف على تدشينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس هذه الأيام بمدينة الداخلة ستساهم في تنويع الاقتصاد المحلي للمنطقة بصفة عامة وخلق أقطاب اقتصادية مهمة ذات تنافسية قوية تمكن من توفير الشغل ومناصب شغل لأبناء هذه المنطقة. شكرا لك بكار أدليمي على كل هذا التوضيحات. نعود الآن هنا داخل الاستوديو إلى ضيفنا هذا المساء المدير الجهوي لوكالة تنمية الأقاليم الجنوبية سيد الغضف بكار. مرحبا بك من جديد. إذا زيارة ملكية مهمة بالنسبة للأقاليم الجنوبية ككل وأيضا لجهة الداخلة وادي الذهب وإطلاق لمشاريع مهمة، ما هو بداية تعليقكم على هذه المشاريع التنموية التي تم إطلاقها في إطار المخطط التنموي للأقاليم الجنوبية؟ شكرا سي كريم. بطبيعة الحال هذه الزيارة تاريخية بكل المقاييس، وهي لأنها زيارة مهمة وأتت في وقت مناسب جدا وفي سياق سياسي مهم وحاسم، نظرا لأنها أولا تصادف تطبيق الأولي للجهوية الموسعة ثم تطبيق الفعلي لبرنامج تنمية الأقاليم الصحراوية كخطوة أولى، ثم بعد ذلك ستكون إن شاء الله مقدمة لتطبيق مشروع الحكم الذاتي مستقبلا كحل لهذا النزاع.
يبدو أن القطاع البحري والصيد البحري أساسي ومهم في تنمية الجهة هنا بالدخلة وادي الذهب. تابعنا يوم أمس إطلاق وتدشين السوق الجديد للسمك والذي كان بمساهمة من وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، واليوم هذا المشروع أيضا الكبير الذي يعنى بتربية الصدفيات. ما هو تعليقك على تنمية وتثمين الموارد الطبيعية خصوصا فيما يتعلق بالصيد البحري؟ طبيعة الحال كما تعلمون هي هذه الجهة حباها الله بمجموعة من المؤهلات الطبيعية، وهذه المؤهلات الطبيعية هي ثروة مهمة جدا وتحتاج إلى تثمين، ومن بين هذه المؤهلات هناك قطاع الصيد البحري ومجموعة أخرى من القطاعات، قطاع الفلاحة، قطاع السياحة، وأخيرا هناك تم اكتشاف عامل آخر في التنمية وهو عامل الريح والطاقة الشمسية. الطاقة الريحية إذن هذه مؤهلات مهمة جدا حباها الله لهذه الجهة. فيما يتعلق بقطاع الصيد البحري كما قلتم هو قطاع من بين هذه القطاعات وهو مهم جدا، لكنه كان يحتاج إلى شيء من التنظيم، ونعتقد أن الدولة انخرطت بشكل فعلي في تنظيم هذا القطاع وتثمين منتوجاته وبناء هذا السوق اللي هو مهم جدا، الذي تعتبر المؤسسة التي نمثلها شريك أساسي فيه إلى جانب شركاء آخرين، جاء في هذا السياق بمعنى أنه جاء لتثمين المنتوج ولتنظيم القطاع. كما تم أيضا بالإضافة إلى هذا المشروع إعطاء انطلاقة لمشاريع أخرى مهمة، تم البارح مثلا أيضا تم انطلاق مشروع باخرة لتحلية مياه البحر، وهذا مهم جدا بالنسبة للأقاليم الجنوبية، لأنه طبيعة الحال هو مشروع يندرج في إطار تدخل سريع في حالة الكوارث طبيعة الحال، وكان طبيعة الحال ما شهدته جهة قلميم ودنون السنة الفارطة من فيضانات كانت وراء إحداث هذا المشروع. هذا المشروع اللي طبيعة الحال هو مشروع مهم جدا ونثمنه بشكل طبيعة الحال أساسي إلى جانب مجموعة من المشاريع الأخرى. اليوم أيضا صاحب الجلالة قام بتدشين مشاريع مهمة وطبيعة الحال لها انعكاس مباشر على الساكنة، وكانت هذه الساكنة في الحاجة إليها، ويتعلق الأمر مثلا بمحطة لماء صالح الشرب ومحطة أخرى لاستعمال المياه العادمة، وبالإضافة أيضا إلى موقع آخر لتربية الأحياء الصدفيات. سنتابع تقرير في هذا الموضوع حول تزويد الداخلة بالماء الصالح للشرب خصوصا، ويوم أمس كان تدشين البارجة التي سوف تمكن من تزويد عدد مهم من المواطنين بالماء الصالح للشرب يصل لأكثر من 75,000 شخص بشكل يومي. لو ربطنا كل هذه المشاريع مع بعضها وعدنا إلى الخطاب الملكي في الذكرى 40 للمسيرة الخضراء الذي كان من مدينة العيون، والذي قال فيه جلالة الملك أنه يريد أن يكون هناك انعكاس مباشر للتنمية وللمشاريع الاقتصادية على حياة ومعيش المواطن في عيشه اليومي. اليوم المخطط التنموي للأقاليم الجنوبية والعقد البرنامج فيما يتعلق بجهات الداخلة وادي الذهب الذي تم توقيعه يوم أمس، كيف سينعكس على المعيش اليومي للمواطنين داخل هذه الجهة؟ طبيعة الحال هذه المشاريع ومجموعة من المشاريع أخرى التي تم إشارة التي تمت الإشارة إليها البارح في إطار برنامج عقدة برنامج مع الذي تم التوقيع عليه ما بين الدولة والجهة فيما يتعلق بجهة هذا القول أمام أنظار صاحب الجلالة، هذا مشروع مهم جدا لأنه طبيعة الحال يتضمن مجموعة من المحاور الأساسية، إذ يتعلق الأمر مثلا بتقوية البنية التحتية الأساسية، تقوية ما يتعلق مثلا بشبكة تطهير السائل الماء الصالح للشرب لنرى العمومية، بناء المواني طبيعة الحال وجهة الداخلة طبيعة الحال ظفرت بميناء أطلسي مهم جدا وهذا شيء أساسي، بالإضافة أيضا إلى مشاريع أخرى لها انعكاس مباشر على الساكنة، ويتعلق الأمر بالمشاريع التي تمت الإشارة إليها والتي تندرج في إطار الاتصال الاجتماعي والتضامني. وهذه المشاريع بطبيعة الحال ستقير أولا من عقلية الساكنة، لأنها ستكون إن شاء الله أنا بدون شك
ستخلق ثقافة المقاولة والاعتماد على الذات بالنسبة للشباب طبعا أطلان الأمل، وستقير التفكير الذي كان سائدا لفترة طويلة جدا، حيث أن أغلبية الشباب والخريجين كانوا دائما يعتمدون على القطاع العام. دولة مشكلة. طيب سأعود معك لهذا النقطة سيد الغضف بكار، تحدثنا عن تزويد مدينة الداخلة بالماء الشروب، الجهة ككل جهة الداخلة وادي الذهب سيتم تزويدها بالماء الصالح للشرب وتطهير السائل، وكذلك الشبكة الوطنية للكهرباء 557 مليون درهم، هي الكلفة المالية المخصصة لمشاريع تزويد الداخلة بالماء الشروب وكذا التطهير السائل، هذا ما تم الإعلان عنه اليوم بالداخلة على هامش الزيارة الملكية للأقاليم الجنوبية وتدشين جلالة الملك لهذه المشاريع والتي نتعرف عليها أكثر في روبورتاج محمد المصطفى خيابي كاميرا صالح ركيبي. محطة معالجة المياه الصالحة للشرب بالداخلة والتي أشرف على تدشينها جلالة الملك محمد السادس اليوم تبلغ سعتها 17 ألف متر مكعب في اليوم، ورصدت لها كلفة مالية تبلغ 250 مليون درهم، ويتضمن هذا المشروع تجهيز 6 أثقاب ووضع 15 كيلومترا من القنوات وإنجاز محطة للمعالجة والأملاح المعدنية وأيضا توفير منشآت لتوزيع المياه الشروب، كما يتضمن هذا المشروع إنجاز منشآت إضافية لإزالة الأملاح المعدنية على مستوى المحطة الحالية بصبيب 9500 متر مكعب في اليوم. مشروع التطهير السائل أيضا الذي أعطيت انطلاقته اليوم بالداخلة كلف مبلغا ماليا قدر بنحو 307 مليون درهم في شطرين، ويتضمن ترميم وتوسيع شبكات التطهير السائل على طول 67 كيلومترا وإنجاز محطتين للضخ، علاوة على إنجاز محطة لمعالجة المياه العادمة بقدرة 150 ألف متر مكعب في اليوم، وكذا إنجاز قنوات لتجميع المياه العادمة على طول 21 كيلومترا وخمس محطات للضخ ومنشآت لتحويل المياه المعالجة بغرض إعادة استعمالها. المشروع اللي قدمنا اليوم لصاحب الجلالة نصره الله كيهم تطهير السائل لمدينة الداخلة، وهو مشروع اللي تقام ب 307 ديال المليون ديال الدرهم ونجزناه على شطرين، الشطر الأول هم ترميم وتوسيع شبكة التطهير، والشطر الثاني هم تجميع المياه العادمة والمعالجة ديالها في محطة جديدة بالحمأة المنشطة، وهي طريقة جد ممكنانة اللي كتمكن بإضافة لمعالجة تكميلية بطريقة تصفية جد مدققة وبليزول ترافيولي باش يمكن لها إعادة استعمال هذه المياه المعالجة. وشكلت هذه المحطات التنموية ذات الصلة بالتزويد بالمياه الشروب والتطهير السائل بمدينة الداخلة نقطة هامة في تاريخ النماء والتطور الذي تعرفه المنطقة، فقد خصص لهذا المشروع كلفة مالية بلغت نحو 557 مليون درهم. عبرت من خلالها الفعاليات المحلية وكذا منتخبي الإقليم عن ارتياحها لحجم هذه المشاريع والتي من شأنها حل عديد المشاكل التي تتخبط فيها المنطقة في هذا المجال. الداخلة من بعد هذا المشروع إن شاء الله تصبح مدينة بيئة بامتياز، وله توصل سكانها إن شاء الله بجودة عالية ما يخص الماء، وكذلك إن شاء الله رفع مستويات الخدمات بصفة عامة في المدينة. بالنسبة لتقوية الماء المدينة الداخلة هو في حاجة للساكنة، وكنا هذه المبادرة ننتظرها بكثير من الصبر. فيما يخص المشاريع الحيوية الأخرى وخاصة صاحبة البيئة صاحب مشاريع بيئية، نظن بأن مدينة الداخلة كانت رائدة فيها. علاش؟ لأنه أولا قبل كل شيء نقل المطرح اللي علمت به مؤخرا اللي مات لكاين الحمد لله، كذلك تطهير السائل اللي بصدد اليوم واللي حتى هو الحديث عنه، واللي وخصت له محطة لمعالجة المياه العادمة، وهذا كذلك نقطة إضافية
للمشاريع التنمويه اللي في مدينه الداخله. الحقيقه كانت الداخله كانت ضعيفه بهذا لكن هذه المبادره الحمد لله اللي دور تستفاد منها الساكنه هي في مصلحتنا والدوله مقبله على هذه الاشواط. الحمد لله تم الجهه كل خطره حسب افتتاح يامس ديال اتفاق بين الجهه والدوله على حساب عدد المشاريع وهذا الحمد لله في مصلحه الساكنه. والاكيد انه سيكون لهذه المشاريع الهادفه الى تقويه التزويد بالمياه الصالحه للشرب والتطهير السائل والتي تمكن من تحسين ظروف السكان المعيشيه والصحيه والبيئيه انعكاسات ايجابيه على التنميه الاجتماعيه والاقتصاديه والسياحيه لهذه المنطقه. محمد المصطفى خية كان قد أجرى لقاء اليوم مع علي فاسي الفهري المدير العام للمكتب الوطني للماء والكهرباء للحديث أكثر حول هذا الموضوع. نتابع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. أستضيف هنا بالدخلة في هذا اللقاء الخاص على هامش نشرة أخبار قناة العيون السيد علي الفاسي الفهري المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. أهلا بك السيد المدير العام على هامش هذا اللقاء. أهلا وسهلا. السيد المدير العام الكل كيعرف على أنه على هامش الزيارة الملكية الميمونة لجلالة الملك محمد السادس هنا لمدينة الدخلة اليوم كتعطوا انطلاق المشاريع التنموية مهمة في القطاع بطبيعة الحال اللي أنتم كتشربوا اللي هو قطاع الماء الصالح للشرب. السيد المدير العام تقريبا من أهمية هذا المشروع اليوم. هما نظرا للتزايد المهم الاقتصادي والصناعي والسياحي اللي تعرفوا الدخلة والمنطقة كلها كان لازم استثمارات مهمة في ميدان لا تطهير السائل ولا كذلك في ميدان الماء الشروب حيث الزيادة على الطلب بالنسبة للماء جعلت المكتب يستثمر في هذه المحطة النموذجية اللي من خصوصيات ديالها استعمال آخر التكنولوجيات اللي أولاً تحليات المياه الجوفية اللي كما تتعرفوا في المنطقة فيها كبريت وفيها بعض الأملاح اللي تمكلها تكون سلبية على الصحة فهذه المحطة هي بحال محطة تحليات مياه البحر تصفي تماما هذه المياه وتضيف للشبكة ديال الداخلة صبيب 200 لتر في الثانية هذا الصبيب غادي يغطي الحاجيات لا الصناعة ولا ديال إن شاء الله التنمية السياحية ولا الساكنة حتى أفق 2025 إن شاء الله وممكن توسيع هذه المحطة مستقبليا. من جهة أخرى كذلك اليوم مشروع مهم دخل في الإنتاج هو مشروع محطة معالجة المياه العادمة كان الدخلة اللي معروفة بالحبها لحماية البيئة والمنطقة خاصة على الصعيد المملكة وعلى الصعيد الإفريقي والعالمي لابد من الحفاظ على هذه المنطقة من الناحية البيئية فهذه المحطة معالجة المياه العادمة ما تخليش ديك الصبيب دي المياه العادمة اللي كتمشي للبحر فاليوم تتعالج في هذه المحطة الجديدة في جنوب مدينة الداخلة وتنقوم إن شاء الله باستعمال المياه بعد المعالجة ديالها للري لا بالنسبة للحدائق ولا بالنسبة لبعض الاستعمالات الخاصة الاستثمار بالنسبة للماء الصالح للشرب وصل إلى 250 مليون درهم وبالنسبة للمحطة تطهير السائل 245 مليون درهم فدابا اليوم الحمد لله الداخلة تتميز بهذه المحطات اللي تجعلها على مستوى المدن الكبرى على الصعيد الاوروبي والوطني. سي المدام اذا يمكننا نقولوا باللي ساكن جهه الداخلة والذهب مدينه الداخلة بشكل خاص تستبشر خير بهذه المشاريع وعلى اساس انكم بحول الله مستقبلا يمكن توسعوا اكثر هذه المشاريع وتوجدوا حلول لمجموعه من الامور اللي هي اللي كتعني المنطقه في هذا القطاع هذا سي المدام. تماما حتى هما التنميه اللي تنشوفوها يوم بعد يوم والساكنه راه تعيشها كذلك ديال المنطقه من ناحيه ديال التوسع العمراني من الاستثمارات الصناعيه في ميدان الصيد البحري في الفلاحي تجعل الطلب على الكهرباء وعلى الماء وعلى الخدمات
خاصها تبقى تكون في المستوى. والحمد لله اليوم المدينات الداخلة والمنطقة كلها وصلت الوقت اللي رجعت المدينة مع الجميع الخصوصيات المدن الكبرى والعظمى. جزيل الشكر لك السيد علي الفاسي الفهري المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء والصحه والشرب على هذا اللقاء اللي خصيت به نشرة اخبار قناه العيون. جزيل الشكر ايضا لكم مشاهدينا الكرام والى اللقاء. شكرا لك خي. إذن كان هذا حوار مع مدير المكتب الوطني للماء والكهرباء. أعود إليك ضيفي هنا في الاستوديو لغضف بكار، أنت المدير الجهوي لوكالة تنمية الأقاليم الجنوبية. في الداخل ساكنة تعاني من مشكل التزويد بالماء الصالح للشرب، مع هذه المشاريع هل ستحل كل المشاكل؟ طبيعة الحال هي أصلا الساكنة كانت مزودة بالماء، ولكن المشكل كان هو هناك تخوف من نزرة هذا الماء على المدى المتوسط والبعيد نظرا لاستنزاف الفرشات المائية. هذا المشروع الذي دشناه اليوم صاحب الجلالة ما يتعلق بإطلاق محطة الماء الصالح للشرب هو مهم جدا. أولا سيزود الساكنة بشكل أكثر، وسيحل دون الانقطاعات التي كانت تعرفها هذه المادة الحيوية بين الفينة الأخرى. وأيضا المشروع الآخر الذي له ارتباط قوي، يعني لن تكون هناك انقطاعات في الماء مستقبلا؟ لا أعتقد ذلك. أيضا ما يعزز هذا الربط والذي سيمكن من استمرارية هذه المادة الحيوية بالنسبة للساكنة هو أيضا تعزيز هذه المحطة بمحطة أخرى لتحلية محطة أخرى لاستعمال المياه العادمة، لأن الفرشة المائية كان يتم استنزافها أيضا من طرف استعمال الماء الصالح للشرب في أغراض أخرى غير الشرب، تتعلق الأمر بسقي الحدائق وأغراض أخرى. اليوم بانطلاق هذه المحطة الأخرى المتعلقة بالمياه العادمة أعتقد أنها ستعزز هذا الربط، لأنها ستحل مشكل الذي كان يتعلق بضياع الماء الصالح للشرب في صغي الحدائق والأغراض الأخرى. وهذا الشيء مهم جدا، لأنه أيضا بإمكان هذا المشروع المتعلق باستعمال المياه العادمة أيضا أن يكون فرصة مواتية لخلق طاقة موازية. يعني حتى ليفهم المواطن الآن، هذا المشروع من بين أدواره أنه سيقوم بتجميع المياه العادمة القادمة من المنازل، وبعد ذلك إعادة معالجتها لتصبح صالحة للاستعمال، ولكن ليس كماء صالح للشرب، ليس الفضاءات العمومية للسقي ولأغراض أخرى الحال لاغتسال القسل وأشياء أخرى مثلا، واستعماله أيضا في أغراض فلاحية. كما تابعنا في التقرير أيضا سيتم توسيع شبكة التطهير، هل هذا معناه بأن الداخل المدينة مستقبلا لن تعرف مشاكل على مستوى التطهير؟ لن تعرف إن شاء الله مشكلة سواء على مستوى هذه المادة الحيوية المتعلقة بالماء الصالح للشرب أو المتعلقة أيضا باستعمالات الأخرى المتعلقة الأساسية، وهي أيضا التي يعتبر القطاع الفلاحي في أمس الحاجة إليها، لأن هذا الغرض من كل هذا هو الحفاظ على ضمان الماء الصالح للشرب للساكنة وعلى الأجيال القادمة، لأن نتكلم في إطار التنمية المستدامة، لأن التنمية المستدامة بدون الحفاظ على حق الأجيال القادمة في هذه المادة تبقى طبيعة الحال حديث بدون محتوى. واليوم تدشين هذه المحطة الخاصة بالماء الصالح للشرب وتدشين المحطة الأخرى الخاصة باستعمال المياه العادمة سيعزز الحقيقة هذه الحقوق المتعلقة بالحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيما يتعلق بهذه المادة الأساسية. نعم. وسيعزز أيضا من جهة أخرى السقي في مجال الفلاحة ولا سيما الفلاحة. نتحدث عن مادة حيوية جدا، وأتمنى أن يتسع صدرك لتساؤلاتي البسيطة التي تهم المواطن بشكل مباشر. المشروع هذا كلف 575 مليون درهم، لكن يبدو أن التركيز حاليا بشكل كبير على الداخل المدينة، في حين أن المفروض أن يكون مستهدفا للجهة ككل. ما هو نصيب العالم القروي والأقاليم الصغيرة التابعة للجهة؟ هو إلى حد الآن الدراسات تؤكد أن الفرشة المائية إلى حد الآن نحن في أريحية
لأنه إلى حد الآن الفرشة المائية تكفي لعدد الساكنة سواء تعلقون أو المدينة الداخلة أو في الإقليم. لكن إذا فكرنا بشكل مستقبل كما على المدى المتوسط والمدى البعيد من أجل ضمان حقوق الأجيال القادمة، أعتقد أن الدولة هنا كانت استباقية بشكل إيجابي جدا، لأن المنطقة منطقة مدينة الداخلة والجهة ككل مقبلة أولا على تزايد سكاني كبير، هذا بدون شك هو ما يتطلب تعزيز هذه الشبكة الخاصة بالمعصرة للشرب والحفاظ على الفرشة المائية، كما أنها أيضا مقبلة على مشاريع مهيكلة ولا سيما في مجال الفلاحة، خصوصا الفلاحة التي من جودة عالية التي تتطلب طبيعة حال استعمال الماء. ولكن الحمد لله هناك خيار آخر، لأن الداخلة كما قلت حبها الله بمجموعة من الإمكانيات، هناك خيار آخر هو الخيار الذي يمكنه أيضا أن يكون حل على مستوى المستقبل، ويتعلق الأمر بتحلية مياه البحر، لأن تحلية مياه البحر طبيعة الحال هذه ستحل المشكل بشكل نهائي. ومن حسن الحظ هذه الجهة كما أسلفت أنها أيضا لديها معطى آخر طبيعي وهو المتعلق بالريح، بحيث سيكون بإمكان الجهة مستقبلا إن شاء الله أن تكون حقلا كبيرا فيما يتعلق بالريح والطاقة الريحية، وهذا بطبيعة الحال سيكون عامل مهم جدا لأنه سيعزز تفعيل تحلية مياه البحر، وسيكون أيضا عامل مساعد في تقليص تبعات هذه المادة الحيوية، حتى تكون يعني المشاريع في المستقبل في أفق تطلعات المواطنين. خليك تلتقط نفسك وأعود لك بعد قليل، خذ لك شوية ماء ما يكون بس. إذن الداخلة تعرف مشاريع تنموية كبيرة جدا تنطلق من هنا للجهة ككل والأقاليم الجنوبية، وعلى ما يبدو أن فائدتها ستكون للمغرب ككل وأيضا للدول المجاورة وأيضا دول إفريقية قريبة. مشاريع تنموية عديدة شهدتها الداخلة إثر زيارة ملكية تاريخية ولا شك. التموقع الاستراتيجي للجهة وتنوع المشاريع الاقتصادية تفتح أفاق تجارية كبيرة للداخل أوسرد حاضرتي الجهة باتجاه دولي الجوار. روبورتاج حول الأفاق الاقتصادية التجارية لجهة الداخل وادي الذهب مع محمد أتروزي ومحمد مشنانة. المناخ الاقتصادي والتجاري لجهة الداخلة وادي الذهب في نفس جديد بعد زيارة الملكية الميمونة للمنطقة. مشاريع اقتصادية كبرى ضمن الخارطة التنموية لجهة الداخلة وادي الذهب ستعزز من دور الجهة الاستراتيجي في الحركة الاقتصادية والتجارية داخل المملكة، وكذا في ربط المغرب مع امتداده الإفريقي ومع أوروبا ودول أمريكا الجنوبية، إذ ستتقوى شبكتين الكهربائية والطرقية بعدد من المشاريع إضافة إلى الميناء الأطلسي بحسب النموذج التنموي الجديد، وكذا المشاريع البحرية والفلاحية المختلفة والتي تأتي لتثمين المنتوج المحلي بالمقام الأول، ما سيوفر سوقا جهويا بمواصفات دولية خصبة للمستثمرين وكذا المستوردين الأجانب والمصدرين المحليين، هذا مع رفع سقف التنافسية وشروط الجودة بين المقاولين المفتوحة شهيتهم على الأسواق الخارجية والتجارة الدولية لإشهار وبيع المنتوجات البحرية والفلاحية على الخصوص التي توفرها الداخلة. الداخلة الآن عندها مشاريع جد مهمة، عندها سياحة، عندها فلاحة، عندها صيد. السياحة عندها سياحة خاصة رياضية وهي معروفة على الصعيد الوطني عنها هي الأولى. عندها فلاحة، هذا النوع من الفلاحة هي الفلاحة ديال لطومات سيريز، كما تعرفوا هذا نوع اختصاص كبير ومطلوب عالميا، والداخلة الثروات ديالها كتدخل السوق أقبل ما تدخل شمال المملكة وأوروبا. نحن الآن موجودين على الطريق الصحيح، سيدنا افتح الاستثمارات الكبيرة والجد مهمة للساكنة، الساكنة خاصة توجد رأسها وتكور رأسها وتزيد القدام. هذه المشاريع التي أعطيت انطلاقة من طرف صاحب الجلالة ستساعد هذه الجهة على إعادة أو كيفية
البحث عن أسواق خارجية وأسواق داخلية كذلك، ومن خلالها ستساعد على الربط بين الشمال والجنوب ودول جنوب الصحراء وكذلك أوروبا وكذلك الدول الأمريكية وأمريكا اللاتينية من خلال الموقع الذي ستوقع فيه جهتنا، موقع استراتيجي سيساعد على تجارة دولية جد متميزة يمكن أن نقارنها بما يلعبه الميناء المتوسط لطنجة، بحيث يقوم بدور كبير في التنمية، ومن خلاله يمكن أن نعتمد مقاربات متعددة. فالتجارة كما تقول هي موازية لجميع مجالات حياة الإنسان. تقوية الاقتصاد الجهوي والوطني وتنمية التجارة مع دول الجوار وباقي القارات هدف تنموي بجهة الداخل وادي الذهب، جاءت هذه المشاريع الكبرى لتحقيقها وتنمية المجال والإنسان بمنطقة ذات أبعاد استراتيجية دوليا اقتصاديا وتجاريا ذات أبعاد مهمة. إذن نتعرف عليها أكثر معك محمد تاروزي الذي ينضم لنا الآن. تاروزي، للداخل وادي الذهب أفاق كبيرة في المستقبل في المجال الاقتصادي خصوصا كحلقة وصل بين الشمال والجنوب. التنموية المهمة والكبيرة التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، مشاريع التنموية تهم قطاعات مختلفة من أهمها المشروع الأول الذي يعنى بزراعة أو مزرعة خاصة لاستغارة صدفيات الذرة أو كلتير، مشروع رائد ومهم يهم التنوع البيولوجي والمحافظة عليه والذي يتماشى مع استراتيجية وطنية تعنى بالتربية وتنمية قطاع الصيد البحري صح التعبير المعروفة باليوتيس. المشروع الآخر والذي يهم الماء وأيضا الماء الصالح للشرب الذي ستزود به الداخلة وأيضا التطهير السائل، مشروعان مهمان كلف ميزانية ضخمة تبلغ أو تتجاوز 550 مليون درهم، مشاريع مهمة تشهدها الداخلة إذن اليوم وشهدتها أيضا يوم أمس في زيارة ملكية تاريخية للداخلة، ستجعل الداخلة أو جعلتها فعلا في مصاف المدن والجهات الكبرى التي تتنافس وطنيا ودوليا من أجل ربح رهان التنمية الاقتصادية والتنمية التجارية والتنمية أيضا في قطاعات مختلفة. زميل حضر إليك الخط. شكرا لك محمد تاروزي على كل هذه التوضيحات. أعود معك الآن بكر الغضب، أنت المدير الجهوي لوكالة تنمية الأقاليم الجنوبية. الأقاليم الجنوبية ككل هي بمثابة حلقة وصل الآن بين الشمال والجنوب، ونقصد تحديدا أوروبا ودول إفريقيا، والحلقة الحاسمة هي الداخلة المدينة والداخلة الجهة. من خلال تجربتكم داخل الوكالة وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، كيف تنظرون لهذا الدور الذي ينتظر أن تلعبه هو الجهة مستقبلا؟ طبيعة الحال الدور الذي يمكن أن تلعبه الجهة هو دور مهم وأساسي، ولا سيما بالنسبة لجهة الداخلة والذهب باعتبارها جهة كما أسلفت تتوفر على مجموعة من المؤهلات، وباعتبارها اليوم تحظى بهذه المشاريع المهمة جدا، وباعتبارها أيضا تعرف زيارات ملكية متتالية. كل هذه العوامل بطبيعة الحال إلى جانب موقعها الاستراتيجي كأقصى نقطة في الجنوب ولكنها منفتحة على إفريقيا. هذه المؤهلات وهذا الموقع سيؤهلها بدون شك لتكون الواجهة للمملكة على إفريقيا، وبالتالي طبيعة الحال ستكون هي المدخل الأساسي للمملكة، وهي أيضا نقطة العبور بالنسبة لأوروبا. طبيعة الحال هذا لن يتحقق إلا بإنجاز هذه المشاريع طبيعة الحال بجودة عالية وفي زمن طبيعة الحال يجب أن يكون طبيعة الحال زمن مناسب وبأطر مؤهلة لإنجاز هذه المشاريع، لأنه اليوم أصبحت الحمد لله المشاريع محددة عبر مجموعة من المحاور. هناك مشاريع كبرى جدا يتعلق الأمر، مثلا على سبيل المثال لا سبيل الحصر الميناء الأطلسي وهو مهم جدا، هناك أيضا مشاريع أخرى تتعلق بالطاقة الريحية والشمسية وهي مشاريع مهمة جدا، هناك أيضا مشاريع أخرى تتعلق بالنقل والربط الجوي بالنسبة لإفريقيا.
هناك أيضا مشاريع أخرى تتعلق بالصيد البحري، وهذه هي طبيعة الحال هي المشاريع التي يمكن. طيب لو نفصل في هذا النقاط مجتمعة كل واحدة على حدة، مسألة المواصلات والنقل إلى جانب الصيد البحري والطاقات المتجددة، أبدأ معك بالنقل بشكل عام. هناك الآن ميناء أطلسي مرتقب سيكون له دور استراتيجي في ربط إفريقيا حتى بالقارات الأخرى، وطريق المزدوج الذي سيربط الداخل بمدن الشمال كاملة، وكذلك الربط الجوي بين إفريقيا والمغرب عبر الداخلة. إلى أي حد سوف تساهم شبكة المواصلات هذه الجديدة في تنمية جهة وادي الذهب الكويرة والأقاليم الجنوبية ككل؟ بطبيعة الحال شبكة المواصلات هذه التي أشرنا إليها هي مهمة جدا، وهي بطبيعة الحال ستكون من بين العوامل التي سترفع العزلة عن هذه الجهة، بل أكثر من ذلك ستجعلها جهة منفتحة على الجنوب وعلى الشمال. طبيعة الحال عبر هذا الميناء وعبر هذه الخطوط وعبر خطوط أيضا عبر الطريق الوطنية التي ستمر من شمال المملكة إلى أدغال إفريقيا، هذا طبيعة الحال سيسهل عملية النقل وسيسهل سياب وتدفق الأفارقة وأيضا حتى الأوروبيين سواء في اتجاه الجنوب أو في اتجاه الشمال، إلا أنه بطبيعة الحال هذا يقتضي الحقيقة أن تكون هناك بنية تحتية قوية قادرة على استيعاب هذا الانفتاح الذي ستكون له انعكاسات إيجابية جدا، لا سيما أن مدينة الداخل إن شاء الله في إطار برنامج تنمية الأقاليم الجنوبية سيتم ربطها بالشبكة الوطنية، لأننا نطمح مستقبلا أن يكون هناك أيضا نقل سككي. طبيعة الحال هذا بدون شك سيتوفر إن شاء الله ما دامت إرادة سياسية موجودة وما دامت الموارد متوفرة، لأن هذه الجهة كما أسلفت هي جهة واعدة، وبطبيعة الحال الزيارة الملكية اليوم الميمونة تعزز هذا الطرح، لأننا نفهم منذ فترة ليست بعيدة الزيارات الملكية المتكررة لدول إفريقيا، لأن المغرب أصبح يتجه إلى جذوره، لأن العالم اليوم أصبح يتجه كله إلى أفريقيا، ولكن من حسن حظ المملكة أنها كانت تربطها علاقات تاريخية قوية بأفريقيا، ونحن اليوم الجار الأول لأفريقيا والبواب الشمالي لها والمدخل الأساسي لأوروبا. طيب لو ربطنا هذا بالانعكاس المباشر على المواطنين، ما هو التأثير الذي يجب أن يكون لهذه الشبكة من المواصلات وربط الجوي والبحري والبري على المواطنين وتنقلهم حتى داخل المغرب، سواء لاستقبال سياح هنا في الداخلة التي تعتبر واجهة ووجهة للسياحة الإيكولوجية، لكن أيضا من أجل سفر مواطني وسكان الجهة ككل نحو مدن الشمال ولا يشعروا بما تحدثت عن هذه العزلة أو بعد المسافة وارتفاع تكلفة التنقل في كل مرة؟ بدون شك هذا سيكون له انعكاس إيجابي على الساكنة، سواء فيما يتعلق باتجاه الجنوب وما يتعلق باتجاه الشمال أيضا سيكون. لكن هل هناك توجه لتسهيل السفر والتنقل بالنسبة للمواطنين؟ بطبيعة الحال هناك توجه أيضا بالنسبة للجهة، هي قطعت أشواط مهمة على الأساس، لأن الجهة اليوم هي ترتبط بالنقل عن طريق النقل الجوي بمدن الشمال بمدينة دار البيضاء 7 أيام في الأسبوع، معنى أن الداخلة ترتبط بمدينة دار البيضاء النقل الجوي يوميا، كما أنها أيضا ترتبط بجزر الأسبالمة مرتين في الأسبوع، واليوم تم توقيع اتفاقية ما بين الجهة والمكتب الوطني للمطارات من أجل تعزيز هذا الخط، إلا أنه أيضا هذا سيكون له انعكاس آخر أيضا فيما يتعلق بشبكة النقل، هذه ستعزز أيضا دور التجارة. أنتم تعرفون أيضا أن هذه المنطقة معروفة تاريخيا بممارسة التجارة، والتجارة هي التي طبيعة الحال كانت وراء طبيعة الحال التجارة كانت عامل أساسي فيما يتعلق بانفتاح هذه الجهة على إفريقيا، ونحن اليوم تربطنا أكثر من علاقة بجارتنا موريتانيا الشقيقة
بدول الجوار ككل ولا سيما الشقيقة موريتانيا الذي ترتبطنا بها كما تعلمون أكثر من علاقة، علاقات على مستويات متعددة، والعامل التجاري هو عامل من هذه الروابط وهو اليوم مزدهر بمدينة الداخلة. طيب يبقى ربما النقل الجوي هو الأهم بالنسبة للمواطنين وللسياحة، سواء بالنسبة لتنقل مواطني جهة الداخلة نحو دول الشمال أو العالم، أو من أجل استقطاب سياح من المغرب ومن خارج المغرب إلى الجهة وإلى مدينة الداخلة، طالما كان الحديث والمساعي من أجل توفير نقل جوي بوتيرة مرتفعة وبتكلفة منخفضة، أين وصل هذا الموضوع حتى الآن؟ طبعا حال الربط الجوي كما أشرت له مهمة جدا بالنسبة للساكنة، ولكن أيضا النقل على مستوى الخطوط البحرية هو مهم جدا لازدهار التجارة، لا سيما وأن هذه المنطقة بطبيعة الحال هي بوابة التجارة، وبالتالي هذا الشيء مهم جدا وسيشجع المستثمرين، لأن بطبيعة الحال النقل الجوي مهم جدا، سيشجع السواح ويشجع المواطنين، وبالتالي بطبيعة الحال هذا له دور أساسي على مستوى البعد الاجتماعي، لأن أيضا البعد التجاري سيتعزز أيضا بهذا النقل البحري، خصوصا وأن الميناء الأطلس إن شاء الله سيتم بدأ تشتغل فيه في هذه السنة إن شاء الله، ستبدأ الإشغال من أجل أن يكتمل إن شاء الله في ظرف 3 أو 4 سنوات. تحدث عن الطاقة المتجددة، هل يمكن أن نشاهد محطة للطاقة المتجددة سواء ريحية أو شمسية في جهة الداخلة في المستقبل القريب؟ المستقبل القريب طبيعة الحال ستكون هناك محطة طبيعة الحال كبيرة جدا في مدينة الداخلة، بل يمكن أن نؤكد لك بأنها طبيعة الحال ستكفي الجهة وتكون إن شاء الله مصدر للتصدير لإفريقيا، وهذا مهم جدا لأن كما تعلمون إفريقيا تحتاج إلى الطاقة وتحتاج أيضا إلى مجموعة من الموارد الأخرى لتعبئتها، والمغرب قطع أشواط مهمة جدا لأنه مؤخرا قام صاحب الجلالة بتدشين محطة في ورزازات، ستكون أيضا هي عامل آخر يعزز دور المغرب على مستوى الجانب المتعلق. نتمنى أن يتحقق هذا المشروع خصوصا في القريب العاجل لفائدة الساكنة ككل. أشكرك جزيلا على حضورك معنا سيد الغضف بكار المدير الجهوي لوكالة تنمية الأقاليم الجنوبية على كل هذه التوضيحات معنا هذا المساء، شكرا لك. شكرا جزيلا لك. قطاع الصيد البحري بالمقابل يكون هو الأساسي في التنمية السوسيو الاقتصادية لجهة الداخلة وادي الذهب في المرحلة المقبلة، وذلك بالنظر إلى الإمكانيات المهمة والثروات السمكية المتنوعة التي تزخر بها السواحل وخليج الداخلة من بين القطاعات التي تطورت في السنوات الأخيرة ضمن استراتيجية اليوتس تربية الأحياء البحرية قطاع مستقبلي واعد. والمزيد في هذا الروبورتاج لغالي القابحي بكاميرا عبد الله المحمودي. تتميز الثروة السمكية لجهة الداخلة وادي الذهب بالغنى والتنوع، ثروة تعتمد على سواحل تمتد على طول 667 كيلومترا وخليج بمساحة تقدر ب 400 كيلومتر مربع، مؤهلات مهمة جعلت من الصيد البحري يمثل قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بفضل مشاريع البنيات التحتية الموجهة لخدمة هذا القطاع، مخططات استراتيجية اليوتيس التي حققت نهضة شاملة في قطاع الصيد البحري. في السنوات الأخيرة برزت عدة مشاريع واستثمارات موجهة لتربية الأحياء البحرية منذ بدء العمل بمخطط تهيئة خليج الداخلة، مشاريع سجلت نجاحا وتطورا بفضل العوامل الطبيعية المثالية التي تمتاز بها هذه المنطقة. خليج الداخلة هو واحد الخليج اللي هو ملائم لتربية الأحياء البحرية، من أهم الأقلجان على الصعيد العالمي، ليس فقط على الصعيد الوطني لكن كذلك على الصعيد العالمي. وهناك واحد مخطط يعني الجهوي لتربية الأحياء البحرية اللي تم إحداثه مؤخرا، ونتحدث عن 3 مناطق يعني ديال الأحياء، منطقة 1، منطقة 2، 3 تمتد من بطلحة حتى السنطرة جنوبا خليج سنطرة، وهذه كلها يعني حدت تقريبا المساحة الإجمالية هي 6556 هكتار، إذا هذه مساحة كبيرة جدا، وتقريبا ينتظر أن تكون يعني في شكل 870 مشروع، وكذلك سيمكن كذلك من إنتاج مهم جدا على الصعيد الوطني اللي هو حوالي 115000 هكتار. فيما يخص قطاع ديال تربية الأحياء المائية بجهة الذهب الكويرة،
عرف خلال هذه الأربع سنوات الأخيرة تطورا مهما. كما يعرف الجميع بأن الوكالة الوطنية لتربية الأحياء المائية أعطت أولوية كبيرة لجهة واد دهب القويرة لتوفرها على مجموعة من المعطيات الطبيعية كالخليج ديال واد دهب وخليج سنترا. وبالتالي كنعرفوا بأن الحمد لله هناك مجموعة ديال الشركات اللي كتقوم بالتربية داخل هذا الخليج ديال واد دهب وكتساهم يعني في الاقتصاد الوطني. أصناف مختلفة من الصدفيات تنتجها هذه الوحدات مثل سكين البحر وبلح البحر والمحار وأنواع أخرى تلقى إقبالا متزايدا، ولأن الجهة تزخر بمؤهلات سياحية متنوعة تجعل من المنتوج السياحي محل جذب للسياحة الداخلية والخارجية، فإن هذه المنتجات البحرية تعد قيمة مضافة على صعيد تنوع المنتوج السمكي في أبعاده الاقتصادية والسياحية والغذائية. كما الجانب التنموي يبقى حاضرا في صورة عدد من المشاريع الإنتاجية والخدماتية. يعني كنجيبوه هو صغير، كنجيبوه يا إما من بريطانيا ولا فرنسا، ولكن مؤخرا ولينا كنجيبوه من فرنسا. علاش؟ لأنه فرنسا عندهم واحد سميتو يعني واحد الوقت طويل هما دوزوا في تجارب ومسائل، حنا كنستافدوا منها. يعني كتاخذ دوك المسائل اللي هي يعني بحال دابا من دوك البذور المختارة، يعني مسائل اللي هي مزيانة كنجيبوا دوك الصغيرين وكنبقاو متبعينهم مدة سنة، من بعد عادة كنوجهوهم للمستهلك هنا في الداخلة. على هذا الشيء ديال لي زويتشر وهذا الشيء ديال الاحياء المائيه، وعاد الداخلة الحمد لله متميزه بهذا الشيء وعاد مشهوره به، وعاد كتجي الزوار من بعيد ويجوا السواح، وشفنا المدينه عن عندها واحد الاقبال على هذا، وبصفتنا كشباب من ساكنين في مدينه الداخلة عندنا حتى حنا اخترنا نطوروا في هذا الشيء ونلبوا الرغبات للزبناء ونجيبوا لهم هذا الشيء ديال لي زويتشر والحمد لله كاين واحد الاقبال كبير في الجهه الحمد لله على هذا الشيء ديال الاحياء المائيه. وفي هذا الإطار عملت الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية المحدثة سنة 2011 على النهوض بتنمية تربية الأحياء البحرية وإنجاز مخططات وبرامج مستقبلية في هذا المجال وتدبير المواقع المؤهلة لإنشاء وحدات من هذا النوع. وتبقى المؤهلات الكبيرة لجهة الداخلة وادي الذهب في هذا القطاع حافزا أكبر لتنمية قطاع تربية الأحياء البحرية. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النافذة الإخبارية التي قدمناها لكم من هنا بمدينة الداخلة في مكتب قناة العيون، وبها أيضا ننهي هذه التغطية الخاصة للزيارة الملكية للأقاليم الجنوبية، مع كل الشكر والتحية لطاقم قناة العيون الصحفي والتقني.